غادي نمشيو عند سعيد الخمسي في حديث الرباط كيتكلم لنا على الإحصاء وعلى مفارقة من المجتمع المغربي ومن المعيش اليومي المغربي تتجسد وتتجلى في الإحصاء ويحكي قصة وحكاية مغربيين خالد وأردوان. كل واحد عنده قصة وحكاية مع فريق الإحصاء وهي قصة كنعيشوها كل يوم باختلافات وبتفاصيل متباينة أحيانا لكنها تعكس صورة المغرب الذي نعيشه اليوم، مغرب ربما بوجهين وبصفعتين. حديث الرباط من توقيع سعيد الخمسي. طاب يومكم بكل خير. خالد صحفي حاصل على الدكتوراه، مدير مؤسسة إعلامية تملك 3 مواقع وجريدة. خالد تسأله باحثة الإحصاء هل المنزل الذي تقطنه ملك لك أم كراء؟ يجيبها بكل ثقة أنه بيت مكري. تسأله هل أبناؤك يدرسون بالقطاع العام أم بالخاص؟ يجيبها أنهم يدرسون بالقطاع العام. تسأله الباحثة هل أبناؤك لهم هاتف وتلفاز وحمام خاص؟ المهم أن السيد خالد يجيب بلا ثم لا ثم لا. الصورة الأخرى للسيد رضوان، اسم مستعار كما خالد. تسأله الباحثة التي دقت جرس فيلته بحي الرياض الراقي بالرباط هل الفيلا كراء أم ملك لك؟ يجيب ملك لي. تسأله ما مجال عملك؟ يقول لا أشتغل. تسأل وزوجتك؟ هي أيضا لا تشتغل. وأين تدرس أبنائك؟ يجيب رضوان بمدارس البعثة بدولة أوروبية. هل تملك كذا وكذا وكذا؟ كل الأجوبة ملخصها نعم نعم سيدتي. ومن أين هذا؟ مازحة، أنا آكل إرث أجدادي. سمعت القصتان مستمعي الكرام من أبطالهما، فكان السؤال مني بالله عليكم ما هي الاستنتاجات التي يمكن أن يخرج بها إحصاء كهذا؟ دكتور مدير مؤسسة إعلامية يمكن إدراجه في مصاف الطبقة الهشة عفواً، ووارث يستمتع بما ورثه عن جده أو أبيه أو أخيه. كيف ستشتغل منظومة الإحصاء لتنتج لنا مؤشرات وترسم لنا صورة عن تقسيمات الفئات السوسيو-اقتصادية في المجتمع؟ مستمعي الكرام، صناعة المؤشرات في المغرب بهذا الشكل قد تكون أقرب لصناعة البغرير. معذرة، أنت وحظك ودرجة حرارة الفرن. العبرة أيها السادة أنه في مجتمع يطغى عليه الاقتصاد غير المهيكل وتطغى عليه الفوضوية في منظومة الإنتاج والاستهلاك، في منظومة السياسة والتجارة، في مجتمع كهذا تصعب عملية إنتاج مؤشرات دالة. في مجتمع لا زال يتلمس خطاه نحو الحداثة والتنظيم يصعب استخراج مؤشرات دالة قادرة على إبداع نظام للإنتاج والتوزيع. إلى اللقاء غدا إن شاء الله. شكرا سعيد الخمسي، زاوية رأيه اليومية، حديث رباط على شدفهم.